بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة القيامة وهي مكية. الصفحة 47. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر فجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. قد تقدم غير مرة أن المقسم عليه إذا كان منتفيا جاز الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد النفي. والمقسم عليه هنا هو إثبات المعاد والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد من عدم بعث الأجساد. ولهذا قال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال الحسن: أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة. وقال قتادة: بل أقسم بهما جميعا. هكذا حكاه ابن أبي حاتم. وقد حكى ابن جرير عن الحسن والأعرج أنهما قرأ لا أقسم بيوم القيامة. وهذا يوجه قول الحسن لأنه أثبت القسم بيوم القيامة ونفى القسم بالنفس اللوامة. والصحيح أنه أقسم بهما جميعا معا كما قاله قتادة رحمه الله، وهو المروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير، واختاره ابن جرير. فأما يوم القيامة فمعروف، وأما النفس اللوامة فقال قرة بن خالد عن الحسن البصري في هذه الآية: إن المؤمن والله ما نراه إلا يلوم نفسه. ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي، ما أردت بحديث نفسي. وإن الفاجر يمضي قدما قدما ما يعاتب نفسه. وقال جويبر: بلغنا عن الحسن أنه قال في قوله ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال: ليس أحد من أهل السماوات والأراضين إلا يلوم نفسه يوم القيامة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم عن إسرائيل عن سماك أنه سأل عكرمة عن قوله ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال: يلوم على الخير والشر لو فعلت كذا وكذا. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن إسرائيل به. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن سعيد بن جبير في قوله ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال: تلوم على الخير والشر. ثم رواه من وجه آخر عن سعيد أنه سأل ابن عباس عن ذلك فقال: هي النفس اللؤوم. وقال علي بن أبي نجيح عن مجاهد: تندم على ما فات وتلوم عليه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: اللوامة المذمومة. وقال قتادة: اللوامة الفاجرة. قاله ابن جرير: وكل هذه الأقوال متقاربة المعنى والأشبه بظاهر التنزيل أنها التي تلوم صاحبها على الخير والشر وتندم على ما فات. وقوله تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، أي يوم القيامة،
أظن أن لا نقدر على إعادة أظامه وجمعها من أماكنها المتفرقة، بلا قادرين على أن نسوي بنانه. قال سعيد بن جبير والعوفي عن ابن عباس أن نجعله خفا أو حافرا، وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وابن جرير، ووجهه ابن جرير بأنه تعالى لو شاء لجعل ذلك في الدنيا. والظاهر من الآية أن قوله تعالى قادرين حال من قوله تعالى نجمع، أي أظن الإنسان أن لا نجمع عظامه، بلى سنجمعها قادرين على أن نسوي بنانه، أي قدرتنا، أي قدرتنا صالحة لجمعها، ولو شئنا لبعثناه أزيد مما كان، فنجعل بنانه وهي أطراف أصابعه مستوية. وهذا معنى قول ابن قتيبة والزجاج، وقوله بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. قال سعيد عن ابن عباس يعني يمضي قدما، وقال العوفي عن ابن عباس يفجر أمامه يعني الأمل، يقول الإنسان أعمل ثم أتوب قبل يوم القيامة، ويقال هو الكفر بالحق بين يدي القيامة. وقال مجاهد ليفجر أمامه لينبي أمامه راكبا رأسه. وقال الحسن لا يلفى ابن آدم إلا تنزع نفسه إلى معصية الله قدما قدما إلا من عصمه الله تعالى. وروي عن أكرمة وسعيد بن جبير والضحاك والسدي وغير واحد من السلف هو الذي يعجل الذنوب ويسوف التوبة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو الكافر يكذب بيوم الحساب، وكذا قال ابن زيد، وهذا هو الأظهر من المراد. ولهذا قال بعده يسأل أيان يوم القيامة، أي يقول متى يكون يوم القيامة، وإنما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه، وإنما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه وتكذيب لوجوده، كما قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال تعالى هاهنا فإذا برق البصر. قرأ أبو عمرو بن العلاء برق بكسر الراء أي حارا، وهذا الذي قاله شبية شبيه بقوله تعالى لا يرتد إليهم طرفهم، أي بل ينظرون من الفزع هكذا وهكذا لا يستقر لهم بصر على شيء من شدة الراء. وقرأ آخرون برقا بالفتح وهو قريب في المعنى من الأول، والمقصود أن الأبصار تنبهر يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمور. وقوله تعالى وخسف القمر أي ذهب ضوءه وجمع الشمس والقمر، قال مجاهد كورا. وقرأ ابن زيد عند تفسير هذه الآية إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. وروي عن ابن مسعود أنه قرأ وجمع بين الشمس والقمر. وقوله تعالى يقول الإنسان يومئذ أين المفر، أي إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة حينئذ يريد أن يفر ويقول أين المفر، أي هل من ملجأ أو موئل. قال الله تعالى كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف أي لا نجاة. وهذه الآية كقوله تعالى ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، أي ليس لكم مكان تتنكرون فيه. وكذا قالها هنا لا وزر، أي ليس لكم مكان تعتصمون فيه. ولهذا قال إلى ربك يومئذ المستقر، أي المرجع والمصير. ثم قال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، أي يخبر بجميع أعماله قديمها وحديثها أولها وآخرها صغيرها وكبيرها، كما قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وهكذا قالها هنا بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، أي هو شهيد على نفسه عالم بما فعله ولو اعتذر وأنكر، كما قال تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: بل الإنسان على نفسه بصيرة، يقول سمعه وبصره ويديه ورجليه وجوارحه. وقال قتادة: شاهد على نفسه. وفي رواية قال: إذا شئت والله رأيته بصيرا بعيوب الناس وذنوبهم غافلا عن ذنوبه. وكان يقال إن في الإنجيل مكتوبة: يا ابن آدم تبصر القذاة في عين أخيك وتترك الجذع في عينك لا تبصره. وقال مجاهد: ولو ألقى معاذيره ولو جادل عنها فهو بصير عليها. وقال قتادة: ولو ألقى معاذيره ولو اعتذر يومئذ بباطل لا يقبل منه. وقال السدي: ولو ألقى معاذيره حجته. وكذا قال ابن زيد والحسن البصري وغيرهم، واختاره ابن جرير. وقال قتادة عن زرارة عن ابن عباس: ولو ألقى معاذيره يقول لو ألقى ثيابه. وقال الضحاك: ولو ألقى ستوره. وأهل اليمين يسمون الستر المعذار. والصحيح قول مجاهد وأصحابه كقوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وكقوله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. وقال العوفي عن ابن عباس: ولو ألقى معاذيره هي الاعتذار، ألم تسمع أنه قال: لا ينفع الظالمين معذرتهم. وقال: وألقوا إلى الله يومئذ السلم، فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. وقولهم: والله ربنا ما كنا مشركين. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقيه الوحي من الملك، فإنه كان يبادر إلى أخذه ويسابق الملك في قراءته. فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له، وتكفل الله له أن يجمعه في صدره، وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه، وأن يبينه له ويفسره ويوضحه. فالحالة الأولى جمعه في صدره، والثانية تلاوته، والثالثة تفسيره وإيضاح معناه. ولهذا قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي بالقرآن، كما قال تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ثم قال تعالى: إن علينا جمعه، أي في صدرك، وقرآنه، أي أنت قرأه. فإذا قرأناه، أي إذا تلاه عليك الملك عن الله تعالى، فاتبع قرآنه، أي فاستمع له ثم اقرأه كما أقرأك. ثم إن علينا بيانه، أي بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن عن أبي عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، فكان يحرك شفتيه. قال: فقال لي ابن عباس: أنا أحرك شفتي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه. وقال لي سعيد: وأنا أحرك شفتي كما رأيت ابن عباس يحرك شفتيه. فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فاستمع له وأنصت. ثم إن علينا بيانه،
فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل وقرأه كما أقرأه. وقد رواه البخاري ومسلم من غير وجه عن موسى بن أبي عائشة به. ولفظ البخاري: فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو يحيى التيمي، حدثنا موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي يلقى منه شدة، وكان إذا نزل عليه عرف في تحريكه شفتيه، يتلقى أوله ويحرك به شفتيه خشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. وهكذا قال الشعبي والحسن البصري وقتادة ومجاهد والضحاك وغير واحد إن هذه الآية نزلت في ذلك. وقد روى ابن جرير من طريق الأوفي عن ابن عباس: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان لا يفطر من القرآن مخافة أن ينساه، فقال الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، أي نجمعه لك، وقرآنه، أي نقرئك فلا تنسى. وقال ابن عباس وعطية العوفي: ثم إن علينا بيانه، تبيين حلاله وحرامه، وكذا قال قتادة. وقوله تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، أي إنما يحملهم على التكذيب بيوم القيامة ومخالفة ما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحي الحق والقرآن العظيم، إنما همتهم إلى الدار الدنيا العاجلة، وهم لا هون متشاغلون عن الآخرة. ثم قال تعالى: وجوه يومئذ ناضرة من النضارة، أي حسنة بهية مشرقة مسرورة، إلى ربها ناظرة، أي تراه عيانا، كما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: إنكم سترون ربكم عيانا. وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها، لحديث أبي سعيد وأبي هريرة وهما في الصحيحين أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟ قالوا: لا. قال: إنكم ترون ربكم كذلك. وفي الصحيحين عن جرير قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا. وفي الصحيحين عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وفي إفراد مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال: يقول الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، وهي الزيادة. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي إفراد مسلم عن جابر في حديثه: إن الله يتجلى للمؤمنين يضحك، يعني في عرصات القيامة. وفي هذه الأحاديث أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم عز وجل في العرصات وفي روضات الجنات. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا عبد الملك بن أبجر، حدثنا يزيد بن أبي فاخته عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في ملكه 1000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، ينظر إلى أزواجه وخدمه، وإن أفضلهم منزلة لينظر في وجه الله كل يوم مرتين. رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن شبابة عن إسرائيل عن نوير قال: سمعت ابن عمر فذكره.
قال: ورواه عبد الملك بن أجر عن نوير عن مجاهد عن ابن عمر، وكذا رواه الثوري عن نوير عن مجاهد عن ابن عمر ولم يرفعه. ولولا خشية الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن، ولكن ذكرنا ذلك مفرقا في مواضع من هذا التفسير، وبالله التوفيق. وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة، كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأمام. ومن تأول ذلك بأن المراد بإلى مفرد الآلاء وهي النعم، كما قال الثوري عن منصور عن مجاهد: إلى ربها ناظرة، قال: تنتظر الثواب من ربها. رواه ابن جرير من غير وجه عن مجاهد، وكذا قال أبو صالح أيضا: فقد أبعد هذا القائل النجعة وأبطل فيما ذهب إليه، وأين هو من قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله: ما حجب الكفار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه عز وجل. ثم قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما دل عليه سياق الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: إلى ربها ناظرة. قال ابن جرير: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، حدثنا آدم، حدثنا المبارك عن الحسن: وجوه يومئذ ناظرة، قال: حسنة. إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى الخالق، وحق لها أن تنظر، وهي تنظر إلى الخالق. وقوله تعالى: وحق لها أن تنظر، وهي تنظر إلى الخالق. وقوله تعالى: ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة باسرة. قال قتادة: كالحة. وقال السدي: تغير ألوانها. وقال ابن زيد: باسرة أي عابسة، تظن أي تستيقن أن يفعل بها فاقرة. قال مجاهد: باهية. وقال قتادة: شر. وقال السدي: تستيقن أنها هالكة. وقال ابن زيد: تظن أن ستدخل النار، ستدخل النار. وهذا المقام كقوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وكقوله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة، وكقوله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، إلى قوله: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، في أشباه ذلك من الآيات والسياقات. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من أراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ألم يك نطفة من مني يمنى ألم يك نطفة منيما ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. يخبر تعالى عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال، ثبتنا الله هنالك بالقول الثابت، فقال تعالى: كلا إذا بلغت التراقية. إن جعلنا كلا رابعة فمعناها: لست يا ابن آدم هناك تكذب بما أخبرت به، بل صار ذلك عندك عيانا. وإن جعلناها بمعنى حقا فظاهر أي حقا إذا بلغت التراقي، أي انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك. التراقي جمع ترقوة، وهي العظام التي بين ثغرة النحب والعاتق،
كقوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وهكذا قالها هنا: كلا إذا بلغت التراقي. ويذكرها هنا حديث بشر بن حجاج الذي تقدم في سورة ياسين. والتراقي جمع ترقوة، وهي قريبة من الحلقوم. وقيل: من راق؟ قال أكلمة عن ابن عباس: أي من راق يرقى. وكذا قال أبو قلابة. وقيل: من راق؟ أي من طبيب شاف. وكذا قال قتادة والضحاك بن زيد. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا نصر بن علي، حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء الكلبي، حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس. وقيل: من راق؟ قيل: من يرقى بروحه ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب. فعلى هذا يكون من كلام الملائكة. وبهذا الإسناد عن ابن عباس في قوله: والتفت الساق بالساق، قال: التفت عليه الدنيا والآخرة. وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: والتفت الساق بالساق، يقول: آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحمه الله. وقال أكرمة: والتفت الساق بالساق، الأمر العظيم بالأمر العظيم. وقال مجاهد: بلاء ببلاء. وقال الحسن البصري في قوله تعالى: والتفت الساق بالساق، هما ساقاك إذا التفتا. وفي رواية عنه: ماتت رجلاه فلم تحملاه، وقد كان عليهما جوالا. وكذا قال السدي عن أبي مالك، وفي رواية عن الحسن: هو لفهما في الكفن. وقال الضحاك: والتفت الساق بالساق، اجتمع عليه أمران: الناس يجهزون جسده، والملائكة يجهزون روحه. وقوله تعالى: إلى ربك يومئذ المساق، أي المرجع والمآب. وذلك أن الروح ترفع إلى السماوات، فيقول الله عز وجل: ردوا عبدي إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، كما ورد في حديث البراء الطويل. وقد قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقوله جل وعلا: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. هذا إخبار عن الكافر الذي كان في الدار الدنيا مكذبا للحق بقلبه، متوليا عن العمل بقالبه، فلا خير فيه باطنا ولا ظاهرا. ولهذا قال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أي جدلانا أشرا بطرا كسلانا لا همة له ولا عمل. كما قال تعالى: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وقال قتادة: إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور، أي يرجع، بلى إنه كان به بصيرا. وقال الضحاك عن ابن عباس: ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أي يختال. وقال قتادة وزيد بن أسلم: يتبختر. قال الله تعالى: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. وهذا تهديد ووعيد أكيد من الله تعالى للكافر به المتبختر في مشيه، أي يحق لك أن تمشي هكذا وقد كفرت بخالقك وبارئك، كما يقال في مثل هذا على سبيل التهكم والتهديد، كقوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، وكقوله تعالى: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، وكقوله تعالى: فاعبدوا ما شئتم من دونه، وكقوله جل جلاله: اعملوا ما شئتم إلى غير ذلك. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة قال: سألت سعيد بن جبير قلت: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، قال:
قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جهل ثم نزل به القرآن. من فضلك تابع بقية المادة. وقال أبو عبد الرحمن النسائي حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة حاء. عزيزي المستمع، إذا جاءت لفظة حاء مفردة فهي تعني التحويل في علم الحديث، تحويل السند من سلسلة إلى أخرى. وحدثنا أبو داود حدثنا محمد بن سليمان حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. قال قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جهل. ثم أنزله الله عز وجل. قال ابن أبي حاتم وحدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب عن إسحاق حدثنا سعيد عن قتادة قوله أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى وعيد على أثر وعيد كما تسمعون. وزعموا أن عدو الله أبا جهل أخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم بمجامع ثيابه ثم قال أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. فقال عدو الله أبو جهل أتوعدني يا محمد؟ والله لا تستطيع أنت ولا ربك شيئا، وإني لأعز من مشى بين جبليها. وقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال السدي يعني لا يبعث. وقال مجاهد والشافعي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني لا يؤمر ولا ينهى. والظاهر أن الآية تعم الحالين، أي ليس يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى، ولا يترك في قبره سدى لا يبعث، بل هو مأمور منهي في الدنيا محشور إلى الله تعالى في الدار الآخرة. والمقصود هنا إثبات المعاد والرد على من أنكره من أهل الزيغ والجهل والعناد. ولهذا قال تعالى مستدلا على الإعادة بالبداءة، فقال تعالى ألم يكن نطفة من مني يمنى، أي أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مهين يمنى يراق من الأصلاب في الأرحام، ثم كان علقة فخلق فسوى، أي فصار علقة ثم مضغة ثم شكل ونفخ فيه الروح، فصار خلقا آخر سويا سليم الأعضاء ذكرا أو أنثى بإذن الله وتقديره. ولهذا قال تعالى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. ثم قال تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أي أما هذا الذي أنشأ هذا الخلق السوي من هذه النطفة الضعيفة بقادر على أن يعيده كما بدأه؟ وتناول القدرة للإعادة إما بطريق الأولى بالنسبة إلى البداءة، وإما مساوية على القولين في قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده فهو أهون عليه، والأول أشهر كما تقدم في سورة الروم بيانه وتقريره والله أعلم. قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصلاح حدثنا شبابة عن شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن آخر أنه كان فوق سطح يقرأ ويرفع صوته بالقرآن، فإذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال سبحانك اللهم فبنى. فسئل عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وقال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة قال كان رجل يصلي فوق بيته فكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرد به أبو داود ولم يسمي هذا الصحابي ولا يضر ذلك. وقال أبو داود أيضا حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان حدثني إسماعيل بن أمية سمعت أعرابيا يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخره إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة
فانتهى إلى قوله: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليقل: بلى. ومن قرأ: والمرسلات فبلغ، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل: آمنا بالله. ورواه أحمد عن سفيان بن عيينة، ورواه الترمذي عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة به، وقد رواه شعبة عن إسماعيل بن أمية قال: قلت له: من حدثك؟ قال: رجل صدق عن أبي هريرة. وقال ابن جرير: حدثنا بشر، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة قوله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي. ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال: سبحانك وبلى، ثم قال: ابن أبي حاتم حدثنا أحمد ابن سنان الواسطي، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه مر بهذه الآية: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك فبلى. آخر تفسير سورة القيامة، ولله الحمد والمنة. تفسير سورة الإنسان وهي مكية، الصفحة 52 و400. قد تقدم في صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: ألف لام تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان. وقال عبد الله بن وهب: أخبرنا ابن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة: هل أتى على الإنسان حين من الدهر وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود، فلما بلغ صفة الجنان زفر زفرة فخرجت نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج نفس صاحبكم، أو قال أخيكم، الشوق إلى الجنة. مرسل غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يقول تعالى مخبرا عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئا يذكر لحقارته وضعفه، فقال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ثم بين ذلك فقال جل جلاله: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أي أخلاط. والمشج والمشيج الشيء المختلط بعضه في بعض. قال ابن عباس في قوله تعالى: من نطفة أمشاج،
يعني ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطا، ثم ينتقل بعض من طور إلى طور وحال إلى حال ولون إلى لون. وهكذا قال عكرمة ومجاهد والحسن والربيع بن أنس: الأمشاج هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة. وقوله تعالى: نبتليه أي نختبره، كقوله جل جلاله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فجعلناه سميعا بصيرا أي جعلنا له سمعا وبصرا يتمكن بهما من الطاعة والمعصية. وقوله جل وعلا: إنا هديناه السبيل أي بيناه له ووضحناه وبصرناه به، كقوله جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وكقوله جل وعلا: وهديناه النجدين أي بينا له طريق الخير وطريق الشر. وهذا قول أكرمة وعطية وابن زيد ومجاهد في المشهور عنه والجمهور. وروي عن مجاهد وأبي صالح والضحاك والسدي أنهم قالوا في قوله تعالى: إنا هديناه السبيل، يعني خروجه من الرحم، وهذا قول غريب، والصحيح المشهور الأول. وقوله تعالى: إما شاكرا وإما كفورا منصوب على الحال من الهاء في قوله: إنا هديناه السبيل، تقديره: فهو في ذلك إما شقي وإما سعيد، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن خثيم عن عبد الرحمن بن ثابت عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون من بعدي لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون على حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وأنا منهم وسيردون على حوضي. يا كعب بن عجرة، الصوم جنة، الصدقة تطفئ الخطيئة، والصلاة قربان، والصلاة قربات، أو قال برهان: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. يا كعب، الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها، وبائع نفسه فموبقها. ورواه عن عفان عن وهيب عن عبد الله بن عثمان بن خثيم به. وقد تقدم في سورة الروم عند قوله جل جلاله: فطرة الله التي فطر الناس عليها، من رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، إما شاكرا وإما كفورا. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر حدثنا عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من خارج يخرج إلا ببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحب الله أتبعه الملك برايته فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله أتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا يخبر تعالى عما أصبه للكافرين من خلقه به من السلاسل والأغلال والسعير وهو النهب والحريق في نار جهنم كما قال تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجعون ولما ذكر ما أعده لهؤلاء الأشقياء من السعير قال بعده إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا وقد علم ما في الكافور من التبريد والرائحة الطيبة مع ما يضاف إلى ذلك من اللذاذة في الجنة قال الحسن برد الكافور في طيب الزنجبيل ولهذا قال عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا أي هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفا بلا مزج ويروون بها ولهذا ضمن يشرب معنى يروى حتى عداه بالباء ونصب عينا على التمييز قال بعضهم هذا الشراب في طيبه كالكافور وقال بعضهم هو من عين كافور وقال بعضهم يجوز أن يكون منصوبا ليشرب حكى هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير وقوله تعالى يفجرونها تفجيرا أي يتصرفون فيها حيث شاءوا وأين شاءوا من قصورهم ودورهم ومجالسهم ومحالهم والتفجير هو الإنباع كما قال تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وقال وفجرنا خلالهما نهرا وقال مجاهد يفجرونها تفجيرا يقودونها حيث شاءوا وكذا قال أكرمة وقتادة وقال الثوري يصرفونها حيث شاءوا وقوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا أي يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر قال الإمام مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن مالك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري من حديث مالك ويتركون المحرمات التي نهاهم عنها خيفة من سوء الحساب يوم المعاد وهو اليوم الذي شره مستطير أي منتشر عام على الناس إلا من رحم الله قال ابن عباس فاشيا وقال قتادة استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملأ السماوات والأرض قال ابن جرير ومنه قولهم استطار الصبع في الزجاجة واستطال ومنه قول الأعشى فبانت وقد أسأت في الفؤاد صدعا على نأيها مستطيرا يعني ممتدا فاشيا وقوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه قيل على حب الله تعالى وجعل الضمير عائدا إلى الله عز وجل لدلالة السياق عليه والأظهر أن الضمير عائد على الطعام أي ويطعمون الطعام في حال محبتهم وشهوتهم له قاله مجاهد ومقاتل واختاره ابن جرير كقوله تعالى وآت المال على حبه وكقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وروى البيهقي من طريق الأعمش عن نافع قال مرض ابن عمر فاشتهى عنبا أول ما جاء العنب فأرسلت صفية يعني امرأته فاشترت عنقودا بدرهم فأتبع الرسول سائل
فلما دخل به قال السائل: السائل. فقال ابن عمر: أعطوه إياه. فأعطوه إياه فاشترى بدرهم آخر، فأرسلت بدرهم آخر فاشترت أنقودا، فأتبع الرسول السائل. فلما دخل قال السائل: السائل. فقال ابن عمر: أعطوه إياه. فأعطوه إياه فأرسلت صفية إلى السائل فقالت: والله إن عدت لا تصيب منه خيرا أبدا. ثم أرسلت بدرهم آخر فاشترت به. وفي الصحيح: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، أي في حال محبتك بالمال وحرصك عليه وحاجتك إليه. ولهذا قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أما المسكين واليتيم فقد تقدم بيانهما وصفتهما. وأما الأسير فقال سعيد بن جبير والحسن والضحاك: الأسير من أهل القبلة. وقال ابن عباس: كان أسرائهم يومئذ مشركين. ويشهد لهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى، فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء. وقال عكرمة: هم العبيد. واختاره ابن جرير لعموم الآية للمسلم والمشرك. وهكذا قال سعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة. وقد وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الأرقاء في غير ما حديث، حتى أنه كان آخر ما أوصى أن جعل يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال مجاهد: هو المحبوس، أي يطعمون الطعام لهؤلاء وهم يشتهونه ويحبونه، قائلين بلسان الحال: إنما نطعمكم لوجه الله، أي رجاء ثواب الله ورضاه، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أي لا نطلب منكم مجازاة تكافئوننا بها ولا أن تشكرونا عند الناس. قال مجاهد وسعيد بن جبير: أما والله ما قالوه بألسنتهم، ولكن علم الله به من قلوبهم فأثنى عليهم به ليرغب في ذلك راغب. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، أي إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه في اليوم العبوس القمطرير. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: عبوسا ضيقا، قمطريرا طويلا. وقال أكرمة وغيره عنه في قوله يوما عبوسا قمطريرا، قال: يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران. وقال مجاهد: عبوس العابس الشفتين، قمطريرا قال: يقبض الوجه باليسور. وقال سعيد بن جبير وقتادة: تعبس فيه الوجوه من الهول، قمطريرا تقلوص الجبين وما بين العينين من الهول. وقال ابن زيد: العبوس الشر والقمطرير الشديد. وأوضح العبارات وأجلاها وأحلاها وأعلاها وأولاها قول ابن عباس رضي الله عنه قال: قال ابن جرير: والقمطرير هو الشديد، يقال هو يوم قمطرير ويوم قماطر ويوم عصيب وعصر صب. وقد أقمطر اليوم يقمطر اقمطرارا، وذلك أشد الأيام وأطولها في البلاء والشدة. ومنه قول بعضهم: بني عمنا هل تذكرون بلاءنا عليكم إذا ما كان يوم قماطر؟ قال الله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وهذا من باب التجانس البليغ، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، أي آمنهم مما خافوا منه، ولقاهم نضرة أي في وجوههم، وسرورا أي في قلوبهم. قاله الحسن البصري وقتادة وأبو العالية والربيع بن أنس. وهذه كقوله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وذلك أن القلب إذا سر استنار الوجه. قال كعب بن مالك في حديثه الطويل: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة قمر. وقالت عائشة رضي الله عنها:
دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرك أسارير وجهه. الحديث. وقوله تعالى: وجزاهم بما صبروا، أي بسبب صبرهم أعطاهم ونولهم وبوأهم جنة وحريرا، أي منزل الرحبا وعيش الرغبا ولباسا حسنا. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة هشام بن سليمان الدهراني قال: قرئ على أبي سليمان الدهراني سورة هل أتى على الإنسان، فلما بلغ القارئ إلى قوله تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، قال: بما صبروا على ترك الشهوات في الدنيا. ثم أنشد يقول: كم قتيل لشهوة وأسير، أف من مشتهى خلاف الجميل، شهوات الإنسان تورثه الذل وتلقيه في البلاء الطويل، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يخبر تعالى عن أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم وما أسبغ عليهم من الفضل العظيم، فقال تعالى: متكئين فيها على الأرائك. وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الصافات، وذكر الخلاف في الاتكاء، هل هو الاضطجاع أو التمرفق أو التربع أو التمكن في الجلوس، وأن الأرائك هي السرر تحت الحجال. وقوله تعالى: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، أي ليس عندهم حر مزعج ولا برد مؤلم، بل هي مزاج واحد دائم سرمدي لا يبغون عنها حولا، ودانية عليهم ظلالها، أي قريبة إليهم أغصانها، وذللت قطوفها تذليلا، أي متى تعطاه دنا القطف إليه وتدلى من أعلى غصن كأنه سامع طائع، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وجنى الجنتين دان. وقال جل وعلا: قطوفها دانية. قال مجاهد: وذللت قطوفها تذليلا، إن قام ارتفعت معه بقدر، وإن قعد تذللت له حتى ينالها، وإن اضطجع تذللت له حتى ينالها. فذلك قوله تعالى تذليلا. وقال قتادة: لا يرد أيديهم عنها شوك ولا بعد. وقال مجاهد: عرض الجنة من ورق، وترابها المسك، وأصول شجرها من ذهب وفضة، وأفنانها من اللؤلؤ الرطب والزبرجد والياقوت والورق، والثمر بين ذلك، فمن أكل منها قائما لم تؤذه، ومن أكل منها قاعدا لم تؤذه، ومن أكل منها مضطجعا لم تؤذه. وقوله جلت عظمته: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب،
أن يطوف عليه بالخدم بأواني الطعام وهي من فضة وأكواب الشراب وهي الكيزان التي لا عرى لها ولا خراطيم. وقوله قوارير قوارير من فضة، فالأول منصوب بخبر كان أي كانت قوارير، والثاني منصوب إما على البدلية أو تمييز لأنه بينه بقوله جل وعلا قوارير من فضة. قال ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وغير واحد بياض الفضة في صفاء الزجاج، والقوارير لا تكون إلا من زجاج، فهذه الأكواب هي من فضة، وهي مع هذا شفافة يرى ما في باطنها من ظاهرها، وهذا مما لا نظير له في الدنيا. قال ابن المبارك عن إسماعيل عن رجل عن ابن عباس ليس في الجنة شيء إلا قد أعطيتم في الدنيا شبه إلا قوارير من فضة. رواه ابن أبي حاتم. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.